حقيقة تحطم سيارة ياسمين صبري الجديدة. ياسمين صبري ترد على جدل السيارة بصورة منها. نكشف حقيقة تحطم سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو لتسعة الاف لايك. لو بتحب ياسمين صبري ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع ياسمين صبري. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. شاهد ياسمين صبري ترد على جدل السيارة بصورة منها. فيما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بهدية رجل الأعمال المصري أحمد أبو هاشيمة لزوجته الفنانة المصرية ياسمين صبري، وهي عبارة عن سيارة رولز رويس. علقت صبري منهية الجدل بأن نشرت صورتها مع ابتسامة خفيفة، واللافت في الأمر أن صبري نشرت صورتها وهي تقود السيارة المذكورة نفسها. بدورها ذكرت الإدارة العامة للجمارك المصرية في بيان لها الأحد أن السيارة معافاة من الرسوم الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وبالتالي أصبحت السيارة معفية من ضريبة الوارد بالكامل. سيد علي يهاجم ياسمين صبري بسبب سيارتها الجديدة. هاجم الإعلامي سيد علي الفنانة ياسمين صبري بعد أزمة سيارتها الأخيرة والضجة التي أحدثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال خلال حلقة برنامج حضرة المواطن والمذاع عبر فضائية الحدث اليوم: العروسة أو الممثلة اللي لسه طالعة من سنتين وبقى عندها عربية رولز رويس هي وزوجها، انتوا محتاجين تتصوروا كل ده. كما تطرق لأزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع شقيقها وائل بعد أن اتهمها بأنها على علاقة مع الفنان أحمد العوضي قبل أن يتزوجا في رمضان الماضي، على أنه أحيانا نعطي الفرصة للكلام ونأخذ موقفا من الشخصيات العامة سواء كانوا لاعبين كرة أو فنانين، وأحيانا نعطي فرصة للآخرين بأن يتنمروا علينا. نكشف حقيقة تحطم سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس في حادث. تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا وصورا حول تحطيم سيارة الفنانة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس والتي اشتراها لها زوجها رجل الاعمال احمد ابو هشيمة منذ يومين. وكشفت بوابة اخبار اليوم عن حقيقة الامر وتبين ان الصور المتداولة ليست في مصر، وان السيارة ليست التي تملكها ياسمين صبري ولكن تشابه في نفس اللون فقط. يذكر ان سيارة ياسمين صبري الجديدة يبلغ ثمنها 6,113,545 جنيها، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تقدر ب3,717,000. حقيقة تحطم سيارة ياسمين صبري الجديدة. بعد أن أهدى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة زوجته الفنانة ياسمين صبري سيارة رولز رويس منذ أيام، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة رولز رويس محطمة وتم تداولها البعض مدعيين أنها سيارة الفنانة ياسمين صبري التي أهداها لها زوجها أحمد أبو هشيمة، ولكن اتضح أن الصورة المتداولة كانت سيارة في المغرب وليست في مصر، وتعود الصورة إلى عام 2017 وظهرت فيها السيارة على شاحنة بعد تحطيمها في حادث كبير. وتبين أن الصورة لا تخص ياسمين صبري وأن السيارتين يمتلكان نفس اللون فقط. كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتصريح تلخيص جمركي لسيارة ياسمين صبري الجديدة، ووفقا للوثيقة فإن السيارة رولز رويس باسم الفنانة ياسمين صبري بتاريخ 19 من أغسطس عام 2020 ويبلغ ثمنها 6,113,545 جنيه، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص دخول السيارة من الجمرك ب3,717,137 جنيه. يذكر أن آخر عمل ياسمين صبري هو مسلسل فرصة ثانية بطولة أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، إدياب أودوارد، محمد البزاوي، وهبة عبد الغني، وسارة الشامي، ومحمود أبو داود، وأحمد الشامي، ونهال عنبر، وعمرو الشناوي، ومحمد جمعة، ومعالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقص عادل، وإنتاج شركة سينرجي. هل صدقي أغلب زيجات الفنانات فاشلة؟ على خلفية أزمتها الأخيرة مع زوجها المحامي سامح سامي، تحدثت الفنانة هالة صدقية عن رأيها في زواج الفنانات. وفي منشور عبر حسابها على فيسبوك قالت صدقي:
هل الفنانات لهم الحق في الزواج؟ أعتقد أن أغلب زيجات الفنانات فاشلة لو تزوجت إنسان محدود الإمكانيات وليس على مستواها المادي والأدبي، تكون عرضة للتهديد والتشهير والابتزاز، لأن أغلب هذه الزيجات تكون لاستغلال شهرة الزوجة وإمكانياتها. وإذا تزوجت من زميل لها وحصل وتفوقت عليه في عملها وشهرتها، تتحول القصة لغيرة وحقد. وأضافت: وإذا تزوجت من رجل أعمال ثري يكرهها جمهورها، وأكيد تزوجته لثرائه وليس للحب، وحتى هذا الثري عندما يجد معجبين وشهرة لزوجته أيضا يغير منها ومن شهرتها، وأكيد في نماذج متصالحة مع نفسها وتنجح، ولكن للأسف قليلة جدا. وفي قضيتي للأسف اللي دفع فاتورة شهرتي وكانوا الضحية بكل المعاني، أطفالي اللي أبوهم فتح عليهم باب الشارع للمتسولين والحشرات أن يدخلوا على مراته التي ما زالت تحمل اسمه وعلى أطفاله لينالوا من سمعتهم وشرفهم. واتخذت هالة صدقي خطوات قانونية ضد زوجها والمحامي صلاح الصقة الذي شهر بها. وأكدت هالة في تصريحات صحفية أنها لن تتنازل عن حقها، موضحة أن اعتذار المحامي صلاح الصقة غير مقبول، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغات للنائب العام ضد المواقع التي شهرت بها ونشرت أخبارا خاطئة عنها. وشددت هالة على أن ما يقوله زوجها كلام غير صحيح، عندما قال أنها لم يكن لديها القدرة على الإنجاب وشكك في نسب ابنيها مريم وسامو، مشيرة إلى أن الخلافات مع زوجها منذ 5 سنوات. وكان المحامي سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي ظهر في فيديو يؤكد فيه استمراره في القضايا ضدها. وأكد سامي خلال الفيديو أنه لن يتنازل عن أي قضية ضدها، وأنه مستمر لمعرفة نسب أولاده مطالبا بإجراء تحليل DNA. وقال سامح في الفيديو: أنا سامح سامي مراتي هالة صدقي، أنا مش هتنازل عن أي حاجة ومش هتنازل عن حقي، وبستغيث بالنائب العام أرجوك ساعدني، أنا مش طلب غير حقي، أنا عاوز أعرف، أنا متأكد 100%، لكن عاوز أعرف من والدتهم وإزاي هي عملت كده، أنا محتاج DNA وبصمة صوتها مش أكتر من كده، والقضية شغالة عليها ومش هتنازل، وأنا اللي هترافع في القضية لأنها قضيتي أنا. رغم الأزمة هالة صدقي تحتفل بنجاح طفليها. نشرت الفنانة هالة صدقي صورة لطفليها مع زملائهما في المدرسة من حفل تخرجهما، وعلقت على الصورة التي نشرتها على انستغرام: مبروك لحبيبي حفل التخرج، مبروك لحبيبي حفل التخرج صيفية، وبكرة آخر يوم في الإجازة، مبروك لكل أم تعبت وجريت على التمارين وعلى الدروس وعلى الدكتور، مبروك لكل الأمهات المحترمات. وتواجه الفنانة هالة صدقي أزمة كبيرة مع زوجها، ووصل الأمر بينهما لساحات القضاء. هالة صدقي تحملت وهنات زوجي لمدة 5 سنوات. قالت الفنانة هالة صدقي إنها تتعرض لإهانات من زوجها، موضحة أن هذا ابتلاء صعب، وأن الشهرة مثل ما هي جميلة، ومحبة الناس شيء مفرح، ولكنها سلاح في ظهر أي فنان. متابعة: أكن لزوجي كل الاحترام والتقدير لأنه أبو أولادي، ولقد هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عز ما كنا في الحرب ووضعنا في موقف صعب. وأضافت الفنانة هالة صدقي في تصريحات لبرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم: احترمت اختياره أنه يريد السفر إلى أمريكا، ولكن رفض أن أسافر معه، وتحملت 5 سنوات إهانات وشتيمة على فيسبوك. نجوم دخلوا بسرعات قضايا إثبات النسب هالة صدقي آخرهم. يواجه المشاهير العديد من المشاكل والمعوقات في حياتهم الشخصية، ولعل القضايا الأكثر غرابة والتي باتت بمثابة شبح يطارد العديد منهم هي قضايا النسب التي عادت إلى الواجهة بعدما خرج المحامي سامي زكريا زوج الفنانة المصرية هالة صدقي وأنكر نسب طفليه إليها، مؤكدا على أن طفليه اللذين يعيشان معها حاليا هالة ليست والدتهم الحقيقية. وشهدت قضية هالة صدقي الكثير من التفاصيل، كان آخرها إعلان سامي زكريا بأنه يعترف بأولاده 100%، لكن المشكلة أن هالة صدقي ليست أمهما الحقيقية. هالة زرعت بويضة من سيدة أخرى دون علمي، وهو الأمر الذي جعله يطالب بإجراء تحليل DNA لأولاده لتأكد من أن هالة صدقي ليست أمهم الحقيقية، مضيفا أنه يمتلك كل المستندات التي تثبت أن الفنانة المصرية ليست أم لأولاده الحقيقية. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم مشاركة برأيكم في التعليقات: ما هو سر الهجوم على ياسمين صبري، وهل تعرضت لحادث أليم بالفعل؟ ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.